قد تأتيك الدنيا بما لا تحسبه مباحاً، تلك هي الحياة، تقبل وتدبر. لكن كما قال الحكماء، تختبر المرأة حين يفقد الرجل كل شيء، ويختبر الرجل حين يملك كل شيء. كيليان إمبابي، الموهبة الإعجازية التي تحدثت عنها العالم خلال الأربع سنوات الماضية، النفاثة التي ساعدت فرنسا على حمل كأس العالم بعد غياب 20 عاما بالتمام، يصبح على الورق الخليفة الشرعي والوريث الأول لعرش كرة القدم، بعد أن حكم الزمان بأحكامه على ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو. لكن وفجأة إمبابي فقد عقله. اللاعب لم يفقد الموهبة، ولكن فقد الاتزان، وأصبح يلعب بشيء من التعالي وحب الذات، وفقد دعم زملائه شيئا فشيئا رغم تدخل الإدارة. فما الذي حدث وكيف فقد عقله؟ بدأت الحكاية مع مفاوضات تجديد عقده الدرامية إمبابي، وكما يعلم الجميع كان على وشك التوقيع لريال مدريد، بل أن العقود كانت جاهزة بالفعل، ولم يتبقى إلا الإعلان، ليعلن فجأة أن إمبابي جدد لباريس. فكيف حدث هذا؟ التقارير الفرنسية والأمريكية الموثوقة كشفت عن بعض مميزات عقد إمبابي الجديد. التجديد ل3 سنوات تم بمقابل 250 مليون يورو، أي قرابة 83 مليون يورو بالموسم، مع مكافأة توقيع بلغت 125 مليون يورو، وهي المكافأة الأعلى في تاريخ كرة القدم. أي أن إمبابي خلال 3 سنوات القادمة سيحصل من باريس على 375 مليون يورو. كل هذا من حيث الامتيازات المادية. فماذا عن الإدارية؟ التقارير كشفت أن إمبابي كان صاحب الكلمة في ملف رحيل بوكتينو، حيث طلب اللاعب رحيله والتعاقد مع مدرب آخر، ويا حبذا لو كان فرنسيا ليسهل التواصل معه. كما كشفت الصحف الفرنسية عن محاولة تواصل بوكتينو مع اللاعب من أجل إنقاذ وظيفته، لكن إمبابي تجاهل رسائله. وهنا بدأت الصلاحيات الغير مسبوقة في تاريخ كرة القدم. مع بداية الموسم ظهرت حالة من التوتر جيلية بين إمبابي ونيمار، حتى لاحظ الجميع إمبابي هو المسدد الأول لركلات الجزاء وليس نيمار كما جرت العادة، ليضيع إمبابي ركلة أمام مونبلييه، ويتحصل باريس على ثانية ويأخذها نيمار عنوة ويسجلها. ليكتب أحد المشجعين على تويتر: إمبابي قد وضع في عقده بندا يسدد من خلاله ركلات الجزاء، هذا الرجل يحكم باريس. ليشعل نيمار الأجواء بوضعه إعجاب على هذه التغريدة، وما كتبه المشجع اتضح فيما بعد أنه صحيح. هذه هي إحدى مزايا العقد الجديد، فلا ميسي ولا نيمار يملك حق التسديد طالما كان اللاعب متواجدا على أرضية الملعب. لم تتوقف الأمور عند هذا الحد، حيث أن صحيفة ليك الفرنسية كشفت أن إمبابي قد منح الإدارة الضوء الأخضر لرحيل نيمار عن الفريق والتعاقد مع صديقه ديمبلي ليحل محله، وهو ما فجر غضب نيمار وجعله يرى إمبابي عدوه الأول. نيمار لا يمرر لإمبابي، والفرنسي يغضب ويظهر لا مباليا ويتمشى داخل الملعب، ثم يقرر ألا يمرر لنيمار، وتحول نادي تقدر ثروته بمليارات إلى روضة أطفال. لكي تتدخل الإدارة وتبدأ رحلة تهدئة الأجواء بين الثنائي من أجل مصلحة الفريق، ويستجيب الثنائي، ولكن على مضض يتضح في بعض اللقطات. ليحدث ما لم يكن في الحسبان، إمبابي فقد عقله وتجاوزه في حق ميسي. فخلال مباراة مونبلييه ظهر فيديو يظهر دفع إمبابي لميسي في كتفه، وهو ما جعل وجه ميسي تعلوه نظرة لا توصف، وكأنه يقول: يا ولدي، عندما كنت في عمرك كنت أقارن بمارادونا، ولدي 4 كرات ذهبية. الحادثة أشعلت غضب أسطورة إنجلترا واين روني، الذي خرج للعلن وقال: لاعب يبلغ من العمر 23 عاما
ويدفع ميسي؟ لم أرى غروراً أكبر من هذا في حياتي. أحدهم يجب أن يذكر كيليان امبابي بأن ليونيل ميسي وهو بعمر 23 عاماً توج بالفعل بأربع كرات ذهبية، بينما هو لازال يلعب في الدوري الفرنسي. ما فعله امبابي جعله عرضة للهجوم من عدة أسماء بارزة في كرة القدم، لكن الصحافة الفرنسية تحاول الدفاع عن اللاعب التي تراه جوهرة الكرة الفرنسية للعشر سنوات القادمة، وأملوها في الفوز بكأس العالم القادم واليورو الذي يليه. لكن حتى اللحظة لا يوجد لصلاحيات امبابي في باريس، حتى وصفته الصحافة بالرئيس الفعلي للنادي، فكل صفقة أو تعاقد يجب أن يمر على اللاعب أولاً، وكل عملية بيع تتم بموافقته أو أخذ رأيه، وهي سياسة لم يقم بها أي نادي مع أي لاعب في التاريخ. ولا أحد يعرف إلى أين ستصل صلاحياته، أو بمعنى أكثر دقة إلى أين ستقوده هذه الصلاحيات، فمع القليل منها فقد عقله. امبابي الذي أراد مغادرة نيمار ولم يحترم ميسي لعب حتى الآن 5 مباريات بالدوري وسجل 7 أهداف، ولعب مباراة بدوري الأبطال وسجل هدفين، ولم يصنع أي هدف في المباريات الستة، بينما نيمار لعب 6 مباريات بالدوري سجل 7 أهداف وصنع 6 آخرين، ولعب مباراة في دوري الأبطال صنع هدفا. وميسي الذي لم يبذل المجهود المعتاد لعب 6 مباريات بالدوري الفرنسي سجل 3 أهداف وصنع 6 آخرين. هذا هو الثنائي الذي شعر امبابي لوهلة أنه أفضل منهما، أو أنه رئيس جمهورية نادي يعيش فيه نيمار ويتنفس فيه ميسي.